السلام عليكم اخواني الكرام، معكم احمد من شركه جولد ماستر في دبي، الوكيل الحصري لاجهزه الكشف عن الذهب والمعادن والفراغات والانظمه الامنيه واجهزه كشف المياه الجوفيه، والوكيل الحصري والمباشر في الشرق الاوسط لمصنع ميجا ديتكشن الالماني. رجعنا لكم اليوم بافضل واقوى جهاز للتنقيب عن الكنوز والدفائن، وهو جهاز انفينيتي ماكس برو، عباره عن محطه بحث متكامله تفيد جميع المنقبين سواء كانوا مبتدئين او محترفين، اذ يعمل ب 12 نظام منها الأنظمة التصويرية ثلاثية الأبعاد والأنظمة التصويرية المباشرة، وأيضا الأنظمة الاستشعارية والأنظمة الصوتية والأنظمة الجيوفيزيائية وأنظمة كشف المياه والكهوف والسراديب والفراغات. وهو الجهاز الوحيد في العالم اللي بيعمل بخاصية الكشف عن الكنوز والدفائن، وأيضا خاصية الكشف عن المياه الجوفية، إذ يمكنه التنقيب عن المياه الجوفية لعمق 50 متر تحت باطن الأرض. طبعا الجهاز يأتي بضمان لمدة 5 سنوات من شركة جولد ماستر. خلينا إخواني نستعرض معكم جميع محتويات وملحقات الجهاز، ونتعرف على جميع الأنظمة الموجودة في الداخل وكيفية العمل عليها. خليكم معنا. طبعا إخواني الجهاز بيجي معنا بهذه الحقيبة مثل ما احنا ملاحظين، المصنوعة من البلاستيك المقوى المضاد للأتربة والصدمات. خلينا نستعرض معاكم في البداية الحقيبة ومحتوياتها بالكامل، ونتعرف على قطع الجهاز. طبعا في البداية بيجي معنا دليل الاستخدام للجهاز باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وايضا تيجي معانا بطاقه الضمان مقدمه من شركه جولد ماستر لمده 5 سنوات على الجهاز. تيجي معانا الوحده الرئيسيه بهذا الشكل، مرفقه معاها سيريال نمبر خاص بالجهاز. ايضا بيجي معانا سنسور لعمليات التصوير المباشره ولتشغيل نظام البن بوينتر. ايضا بيجي معانا هذا الماسح لعمليات التصوير ثلاثيه الابعاد، سنسور الاي ام تي يو لتشغيل الانظمه الاستشعاريه مثل ما احنا ملاحظين، وايضا مقبض الجهاز وجميع عصي التركيب بهذا التصميم. بيجي مرفق معانا الكرتونة الخاصة بالشاحن وجميع اكسسوارات الجهاز. ايضا وحدة اتصال لتشغيل الانظمة التصويرية في الجهاز. سماعات رأس مقدمة من ميجا ديتكشن بهذا الشكل. واخيرا تيجي معانا البطارية مثل ما احنا ملاحظين، ليدوم عمل الجهاز لمدة 12 ساعة متواصلة. طبعا اخواني خلينا نستعرض معكم محتويات الحقيبه الاخرى، خليكم معنا. طبعا اخواني معنا ايضا هذه الحقيبه، خلينا نكمل معاكم محتويات الجهاز بشكل كامل. طبعا بالبدايه بيجي معنا هذه القوابل اخواني والاوتاد عدد 2 للنظام الجيوفيزيائي في الجهاز. هذا النظام اخواني بامكانه التنقيب عن المعادن، وايضا بامكانه التنقيب عن المياه الجوفيه لعمق 50 متر تحت باطن الارض. بيجي معنا وحدة اتصال مثل ما احنا ملاحظين، هذا اخواني الاتصال الاقراص بالوحدة الرئيسية. ايضا بيجي معنا قرص عدد 2، هذا القرص الكبير قياس 36، وايضا قرص اخر قياس 28 لنظام الكشف الذكي الموجود في الجهاز الانظمة الصوتية. ايضا اخواني بيجي معنا القرص الكبير لنظام البلس اندكشن أو نظام الحث النبضي قياس 50، هذا هو القرص. طبعا إخواني هذه محتويات الجهاز بالكامل، خليكم معنا لحتى ننتقل لفيديو آخر يوضح طبيعة الأنظمة وكيفية العمل عليها. رجعنا لكم من جديد إخواني الكرام لحتى نتعرف على محتويات الجهاز والإعدادات والأنظمة المتوفرة في داخل الجهاز. في البداية عندنا نظام مسح الأرض أو التصوير الثلاثي الأبعاد، أيضا نظام مسح الأنفاق، النظام الجيوفيزيائي الخاص بالكوابل والأوتاد، نظام بعيد المدى الأوتوماتيكي، بعيد المدى قابل للضبط، بعيد المدى اليدوي، وأيضا نظام الأيونيك، نظام البايونيك، نظام التصويري المباشر، وأيضا نظام تحديد مركز الصفر للهدف، ونظام تحريض النبض الخاص بالقرص الكبير قياس 50، وأيضا نظام الكشف الذكي الخاص بالأقراص الصغيرة. وأيضا إخواني هذا الملف يخزن فيه ملفات التصوير. وايضا عندنا الاعدادات بشكل عام، نتعرف على الاعدادات. عندنا اعدادات توفير الطاقه، اعدادات التاريخ والوقت، وايضا اعدادات الامان بامكاني اشيل كلمه السر او اغيرها مثل ما احنا ملاحظين، واعدادات ضبط المصنع، واعدادات الشاشه والاضاءه، وايضا عندنا اعدادات اللغه
طبعا الجهاز اخواني بيحتوي على 12 لغه، من اهمها اللغه العربيه والانجليزيه، وايضا عندنا اعدادات الصوت، وعندنا معلومات عامه عن الجهاز من مكان الصنع والرقم التسلسلي والطراز مثل ما احنا ملاحظين. طبعا اخواني هذه معلومات الجهاز والانظمه الموجوده فيه بشكل عام. خلينا ننتقل معكم لفيديو اخر ونفصل فيه طبيعه الانظمه الموجوده عندنا في داخل الجهاز، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد اخواني حتى نتعرف على الانظمه. في البدايه معنا النظام الجيوفيزيائي. طبعا لو دخلنا على النظام، هذا النظام اخواني ما في امكانيه استخدمه عندي في المعرض لانه عندي بلاط في المعرض، وهذا النظام بيلزمني اني اغرس الاوتاد في التربه لاجل اني استخدمه. طبعا بشكل عام معانا هون الهدف، انا بقدر احدد الهدف سواء كان معدن او ماء، هذا النظام الوحيد اللي بيقدر ينقب عن المعادن والمياه الجوفيه، وايضا بامكاني اني اختار يكون فراغ مثل ما احنا ملاحظين. طبعا بختار الهدف وبغرز الاوتاد مثل ما احنا ملاحظين وببدأ عملية المسح. طبعا آلية مسح النظام هذا اخواني عبارة عن تيار بيجري في الكوابل الموجودة عندي وبيعطيني قراءات معينة. طبعا لو دخلنا على النظام مثل ما احنا ملاحظين، في البداية موجود عندي الهدف هذا اللي انا بحدده الفراغ، وموجود عندي القيمة، هاي تشير الى قياس مقاومة الارض للتيار اللي انا مرسله من الجهاز، وايضا عندي اخواني مثل ما احنا ملاحظين هون التقييم او المعدل اللي هو هذا يشير الى النسبه المحتمله لوجود الهدف عندي في الارض. طبعا اذا ما كان عندي هدف موجود بيظهر لي مثل ما احنا ملاحظين الهدف غير موجود، لكن اذا كان عندي هدف بيظهر لي مخطط وبيعطيني تاشير على الهدف الموجود عندنا. طبعا هذا بالنسبه للنظام الجيوفيزيائي بشكل مختصر وسريع. لو انتقلنا للنظام الاخر اللي هو بعيد المدى الاوتوماتيكي، هذا النظام اخواني بيلزمني اركب السنسور الاي ام تي يو مثل ما احنا ملاحظين، واثنين انتيلات مع الجهاز. طبعا اخواني لو دخلنا على النظام هذا بيعطيني تقرير عن كامل المعادن الموجوده عندي في منطقه البحث. على سبيل المثال محدد المسافه 100 متر والعمق 10 متر. طبعا لو دخلنا على النظام مثل ما احنا ملاحظين بحرك الجهاز لليمين لحتى يقرا المعادن الموجوده عندي، وايضا لليسار بنفس العمليه لحتى يعطيني قراءه عن كافه المعادن الموجوده عندي في منطقه البحث. هذا النظام بستخدمه في البدايه ويفضل اني استخدمه في البدايه لانه بيريحني اذا ما كان عندي هدف في المنطقه. طبعا مثل ما احنا ملاحظين اخواني بيعطيني نسبه الذهب والفضه والحديد والالماس الموجوده في منطقه البحث. هذا بالنسبة للنظام بعيد المدى الأوتوماتيكي. لو انتقلنا إلى نظام بعيد المدى قابل للضبط، طبعا هذا النظام إخواني مثل ما احنا ملاحظين بحدد نوع التربة اللي أنا حاشتغل عليها في منطقة البحث. أيضا بتيح لي في ميزة جديدة في هذا النظام، بتيح لي أختار التردد المعدن. إذا أنا كنت بعرف تردد المعدن بكتبه، والجهاز بشكل عام ما بيبحث سوى عن هذا التردد اللي أنا كتبته. أيضا عندنا هون إخواني المسافة، بإمكاني أزيد المسافة مثل ما احنا ملاحظين، بامكاني ارفع المسافه لغايه 3000 متر كمدى امامي، وايضا عندنا العمق، بامكاني ارفع العمق لغايه 50 متر كحد اقصى، ومن ثم ببدا عمليه المسح. طبعا مثل ما احنا ملاحظين اخواني في البدايه عندي مؤشر البوصله ليدلني على الاتجاه، هذا المؤشر اخواني خاص بالانتيل، وهذا المؤشر خاص بارتفاع وانخفاض الوحدة الرئيسية مثل ما احنا ملاحظين. لو انا رفعت الوحدة الرئيسية بيرتفع المؤشر عندي. طبعا اخواني في هذا النظام بيلزمني افتح قفل علبة الانتيلات مثل ما احنا ملاحظين لحتى يتحرك بشكل حر. طبعا هذا المؤشر دليل على حركة الانتيل مثل ما احنا ملاحظين. في حال استشعار هدف اما لليمين او اليسار بيعطيني جرس مثل ما احنا ملاحظين. ايضا لو انتقلنا لنظام بعيد المدى اليدوي، هذا يعتبر اهم نظام استشعاري موجود في الجهاز، بتيح لي احدد الهدف بالاسم. طبعا مثل ما احنا ملاحظين الهدف هون سواء كان برونز، فراغ، نحاس، الماس، احجار كريمه، ذهب خام، كنز ذهب، عروق ذهب، حديد، بلاتينيوم، فضه، وليكن على سبيل المثال فضه. ايضا بتيح لي احدد المسافه ك 3000 متر مدى امامي، وعمق 50 متر كحد اقصى، وايضا اخواني ببدا عمليه المسح، ومثل ما احنا ملاحظين بوصله، مؤشر للانتيل، ومؤشر للوحده الرئيسيه.
هذا بالنسبة للأنظمة الاستشعارية. عندنا نظام الأيونيك، هذا إخواني النظام يبحث عن الحقول الأيونية الموجودة عندي في منطقة البحث، لأن المعدن إخواني المدفون بعد فترة من الزمن بيتكون عليه هالة أو إشعاع معين، وهذا النظام بيبحث عن الحقول الأيونية الموجودة عندي في المنطقة. طبعا مثل ما إحنا ملاحظين، هذا إخواني المؤشر لوجود الهدف، لو أعطاني مؤشر باللون الأحمر بيكون عندي هدف في منطقة البحث، لو أعطاني مؤشر باللون الأزرق بيكون عندي فراغ، وهون عندي مستوى الحساسية، وأيضا هون عندي مستوى الاقتراب من الهدف. طبعا هذا بالنسبة لنظام الأيونيك بشكل عام. وعندنا نظام البيونيك، هذا عبارة عن أني بلتقط إشارة في مكان معين وببحث عن نفس الإشارة، يعني أنا بلتقط إشارة معدن معين، فما الجهاز أوتوماتيكي ما بيبحث سوى عن هذه الإشارة اللي أنا التقطتها. هذا النظام إخواني بشكل عام مثل ما إحنا ملاحظين بيعطيني مستوى الاقتراب من الهدف والحساسية، وأيضا هذا في حال أنا التقطت إشارة معدن معين بيتم عملية البحث مثل ما إحنا ملاحظين، في حال وجد الهدف بيعطيني لون أحمر. هذا بالنسبة لنظام البيونيك. طبعا إخواني خلينا ننتقل معاكم للأنظمة الأخرى الموجودة في الجهاز ونطبقها عمليا، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد إخواني الكرام. طبعا في البداية خلينا نتعرف على نظام تحريض النبض أو البلس إندكشن الخاص بالقرص الكبير قياس 50. طبعا نتعرف على آلية عمل النظام ببساطة تامة. لو دخلنا على النظام بيجري في البداية عملية معايرة آلية للقرص على التربة. طبعا تظهر عندنا شاشة مثل ما احنا ملاحظين، عندنا توازن التربة، بإمكاني إعادة عملية المعايرة. عندي العتبة، هذه إخواني بإمكاني رفع مستوى العتبة للتخلص من صوت الطنين أو التشويش، وعندي أيضا مستوى الحساسية، وعندي أيضا مثل ما احنا ملاحظين نون فيروس اللي هو دليل على المعدن الثمين، وعندي فيروس دليل على المعدن الغير ثمين، وهذا المؤشر اللي هو دليل على اقتراب المعدن من القرص. فمثل ما احنا ملاحظين لو أجرينا تجربة ببساطة تامة على الجهاز على أسوارة من الذهب، فمثل ما احنا ملاحظين بيعطيني مؤشر انه هذا المعدن ثمين نون فيروس، وهذا المؤشر لاقتراب المعدن من القرص. طبعا اخواني هذه آلية عمل النظام ببساطة تامة. خلينا ننتقل معاكم للنظام الآخر اللي هو نظام الكشف الذكي الخاص بالأقراص الأخرى، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد اخواني الكرام لحتى نتعرف على النظام الآخر الخاص بالأقراص، وهو نظام الكشف الذكي. طبعا هذا النظام اخواني خاص بالقرص القياس 36 والقرص الآخر قياس 28. خلينا ندخل على النظام ونتعرف على آلية عمله. طبعا في البداية بيخيرني اما قرص 28 او 36، فانا حاليا مركب قرص 36. بدخل على النظام، بيعمل عملية معايرة القرص مع التربة بشكل آلي. طبعا معطيني هون رقم ومؤشر، وأيضا معطيني عملية المعايرة، وضع جميع المعادن، وضع المعادن غير الثمينة، وأيضا وضع المعادن الثمينة، وأيضا مثل ما احنا ملاحظين إخواني معطيني الصوت. فلو أجرينا تجربة على النظام ببساطة تامة، هذه قطعة من الذهب لو مررناها أمام الجهاز، هذا المؤشر إخواني للاقتراب من الهدف مثل ما احنا ملاحظين، الاقتراب من الهدف ومعدن ثمين. طبعا اخواني هذه آلية عمل النظام ببساطة تامة، خليكم معنا لحتى ننتقل للنظام الاخر. رجعنا لكم من جديد اخواني الكرام للنظام الاهم في الجهاز، هو نظام التصوير الثلاثي الابعاد. طبعا من خلال التابلت بدخل على النظام، بحدد عدد الخطوط والصور اللي انا راح امسحها، وايضا بحدد طبيعة البحث سواء كانت من اليمين او الشمال، واذا كان التصوير مانيوال او اوتوماتيكي، وبحدد اخواني انه نظام التصوير متوازي او متعرج، وبدخل على النظام مثل ما احنا ملاحظين. طبعا مسافه 5 الى 10 سنتيمتر عن الارض مرتفع السنسور، وخطوات ثابته. طبعا لو التقطنا هذه اول صوره، ثانيه، الثالثه، هذا بالنسبه للخط الاول. لو انتقلنا للخط الاخر نفس الشيء، خطوات ثابته، هذا بالنسبة للخط الثاني، أيضا الخط الثالث، مثل ما احنا ملاحظين هيك بنكون انهينا عملية التصوير. فلو حللنا الصورة على التابلت مثل ما احنا ملاحظين بتكون عندنا في النهاية مجسم مثل ما احنا ملاحظين ثلاثي الأبعاد. دلالات الألوان، طبعا عندنا اللون الأزرق هذا هو دليل الفراغ، اللون الأخضر هذا دليل التربة، وعندنا أيضا اللي هو اللون الأحمر مثل ما احنا ملاحظين هذا المعدن الموجود عندي في المنطقة. بقدر أجري بعض عمليات التحليل مثل ما احنا ملاحظين،
بقدر اخذ القيم للمعادن والقيم للفراغات. طبعا بعمل فلتر اللي هو لإزالة التربة، بيظل عندي المعدن والفراغ فقط. مثل ما احنا ملاحظين بقدر اعرف اللي هو الاعماق، عمق الفراغ او عمق المعدن الموجود عندي. مثل ما احنا ملاحظين بقدر اجري كثير من عمليات التحليل. طبعا بختار نوع التربة، هذا خيار مهم جدا لحتى يعطيني العمق الصحيح للهدف الموجود عندي. وايضا اذا حاب انا اغير الالوان والدلالات بنغيرهم مثل ما احنا ملاحظين. طبعا اخواني هذا كان عملية التصوير ثلاثي الأبعاد، خليكم معانا، خلينا ننتقل للأنظمة الأخرى. طبعا إخواني الآن راح نتعرف على نظام مسح الأنفاق، وهو نظام خاص بمسح الأنفاق والفراغات الموجودة في باطن الأرض مع إهمال جميع المعادن الموجودة عندنا في الداخل، هو مخصص فقط للفراغات. فخلينا ندخل على النظام ونتعرف على آلية التصوير ومن ثم عملية التحليل. طبعا عملية التصوير بتكون 2D من خلال الجهاز، وبنبدأ عملية التصوير من خلال الضغط على الزر الموجود أسفل المقبض بخطوات ثابتة. هذا بالنسبة لأول خط. الخط الآخر، جميع المعادن الموجودة عندي في المنطقة تهمل نهائي. خليكم معنا إخواني لحتى ننتقل لعملية التحليل. طبعا اخواني بالنسبه لنظام مسح الانفاق مثل ما تكلمنا هو بيهمل جميع المعادن الموجوده عندي بالداخل، وبعطيني فقط لون التربه الطبيعي او لون الصخور اللي هو اللون الاخضر مثل ما احنا ملاحظين، واللون الازرق الفاتح هذا دليل على الرطوبه، واللون الازرق الغامق هذا هو دليل على الفراغ الفعلي في المنطقه. طبعا نقدر نجري اكثر من عمليه تحليل، وبيعطينا في البدايه نسب 72% اللي هو نسبه التربه الموجوده عندي، و19% اللي هو نسبه الفراغ في المنطقه اللي انا صورتها. طبعا نقدر نعرف العمق مثل ما احنا ملاحظين، وبنقدر نعرف القيمة المتوسطة للعمق. هذا العمق اللي هو على المربع اللي انا مختاره اللي هو 14.9 متر. لو ذهبنا لمربع اخر بيزيد عندي العمق او بيختلف، اللي هو 15.2 14.9 14.3. طبعا هذا بالنسبة للعمق الموجود تحت الصورة مباشرة. طبعا اخواني بنقدر نجري عمليات تحليل اخرى اللي هو امسح جميع الصخور وابقي فقط الفراغ عندي في المنطقه. طبعا هذا هو الفراغ مثل ما انتم ملاحظين. هذا اخواني بالنسبه لعمليات مسح الانفاق او نظام مسح الانفاق بشكل بسيط. خلينا ننتقل معاكم للانظمه الاخرى، خليكم معنا. رجعنا لكم اخواني الكرام للنظام التصويري المباشر. لو دخلنا على النظام مثل ما احنا ملاحظين وشفنا طبيعه العمل عليه، طبعا السنسور مرتفع مسافة 5 سم عن الأرض. اللون الأخضر هذا اللي إحنا ملاحظينه حالياً هذا لون الصخور الموجودة عندي في المنطقة، لكن اللون الأحمر هذا مثل ما إحنا ملاحظين، والأصفر هذا لون المعدن أو إشعاع المعدن. طبعاً مثل ما إحنا ملاحظين وموجود عندنا دلالات اللون الأزرق، هذا اللون الأزرق الغامق هو الفراغ الفعلي الموجود عندي في المنطقة، ومثل ما إحنا ملاحظين الأزرق الفاتح هذا اللي هو الرطوبة الموجودة عندي بالمنطقة. هذا إخواني شرح نظام التصوير المباشر بشكل عام. خلينا ننتقل معاكم لنظام البن بوينتر، خليكم معنا. طبعا إخواني معنا آخر نظام في الجهاز هو نظام البن بوينتر أو تحديد مركز الصفر للهدف. هذا النظام إخواني دقيق جدا، فأنا ما بقدر أستخدمه عندي في المعرض لأنه عندي كثير من أسلاك النحاس والكهرباء والحديد الموجود في الأرضية، فأنا راح أستخدمه على قطعة مغناطيس مثل ما إحنا ملاحظين، بتعطي على وجه معين اللي هو اللون الأحمر المعدن، وعلى الوجه الآخر بتعطيني الفراغ. فخلينا إخواني نستعرض معاكم آلية عمل النظام ببساطة تامة. فلو دخلنا على النظام طبعا بدي أتأكد من اتصال الحساس، ومباشرة بعمل عملية المعايرة لحتى يعطيني الوضع الطبيعي. فلو أجرينا التجربة حاليا اللون الأزرق وللأسفل هذا دليل على وجود فراغ فعلي في المنطقة، لكن بالنسبة للون الأحمر ويرتفع المؤشر للأعلى فهذا دليل على وجود المعدن. كان هذا إخواني شرح كامل ووافي لجهاز Infinity Max Pro. نتمنى يكون الشرح عجبكم. لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم أحمد من شركة Gold Master.